اقعد تعالى اقعد تعالى اقعد بس ما تخافش اقعد كده. طب سيبه هو والنبي لا تقعد. هات ده اقعد اقعد انت كويس خلاص. هات ميه ميه بسرعه. ميه يا جدعان بسرعه. ايه ايه طب اقعد اقعد دكتور والله اقعد 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 ما تخافش. هات ميه بسرعه ميه 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 حركه حركه اقعد اقعد اقعد. العلم والنبي لا تخافش خلاص احنا خلصنا. العلم والنبي ما تخافش ما تخافش. العلم والنبي يا عم ده انا اللي ابوس دماغك والله. اقعد اقعد. العلم والنبي طب اقعد فوق. هات هشام هات هشام عشان اقعد. اه والله عنكبوت بس والله في حياتي عشان اكل العيال بس. ولا انت راجل طيب ولا لسه صغيرين والله. والله انت راجل طيب الله يخليك. انت راجل جميل. احنا اللي ما نستاهلش والله. عندك كام عيل؟ ده عندي عيالين. الصوت يا جدعان. مصطفى عبد الرحمن. مين؟ كان عنده مصطفى عبد الرحمن. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. الواحد عنده 18 والتاني لسه بيسحب. ربنا يخليهم. ربنا. طب يا عم يعني انت بعد كده هتخلف ولا ايه؟ لا انا كده كفايه الحمد لله عليك. كده خلاص خلصت. انت عارف ان احنا ما زودناش عليك كمان؟ يعني احنا لما لقيناك قلقان فخوفنا عليك. نعم انت 100 100 استاذ دكتور هشام اهو. خلاص خدت الامان. عايز الحمد لله جبنا لك كل شاكرين يا رجاله. احنا اسفين والله. لا والله والله العظيم احنا اسفين. حقك علينا احنا. لا والله. قلت لي اسمك ايه بقى؟ محمود عبد الرحمن. تحيه يا استاذ محمود.